المركز الصحي زنجيلي. والله اللي تعمل الحمد لله والشكر، طالع يعني علق على العالم ما شاء الله، يعني لود علينا. اللقاح الاول والثاني؟ اللقاح الاول والثاني، الاجراء الاول والاجراء الثانية. اللقاح الاول ايش قد تستغرق العملية؟ تسجيل عندكم لو لا والله تسجيل مباشر، هاي مش يعني يساعد العالم اللي عنده معاملة، يعني الطالب اللي عنده معاملة عمشي يعني بيومه. ما اخلي قصر العالم. اقبال المواطنين يعني. اقبال المواطنين جدا كثير والله. ايه كبار شباب يعني كبار بالعمر وصغار يجون عندنا. لقاح الاولي واليوم 27 لقاح الثاني. موعدي. اليوم استحق اللقاح. اللقاح الثاني نعم. شو الاقبال يعني بالنسبه لي؟ والله الاقبال جيد جدا. جيد جدا يعني اقبال وكثر الناس حتى تجي تلقح كلها يعني. ايش اللي خلاك تلقح؟ والله غير نخلص من المرض هذا لنا ولعوائلنا ولاطفالنا كلها. لقحتين، اللقاح الاول والثاني. ايش اللي خلاك تلقح؟ والله لقحت على مود يعني هي صحتنا، ثاني شيء يعني هي مطلوبه يعني كل دائره تروح عليها لازم مال لقاح، يعني كرت مال لقاح. يعني هي مفروض علينا يعني احنا كل واحد الا يلقح يعني هو اللقاح. هو لو ما زين هو ما يجيبوا يعني بالشعبيات واللقح يعني. لا ما ياخذونه ما يطول. والله ما يطول يعني اللقاح ما يطول يعني كثير. اعطوك كارت اعطوني كارت ومعتمد.